كاملة. اتفضل يا أستاذ عبد العزيز عشان أنت باين عليك أنت كمان مستعجل على المروح. برضه عبد العزيز روح أنت أقف آخر الصف هناك. أجي أقف آخر الصف، أنت هتقبض آخر الشهر. 75 قرش حساب البوفية يا مدام زينب. من عينيا. اتفضل وخلي الباقي علشان. ربع جنيه بنشحت. اشرب ايه ربع جنيه ده؟ خليه المحروس اللي ببطنك. طب ما تزعلش خد. توأم ان شاء الله. الحمد لله رزقك ماشيه معاك قوي يا بشبيشي. تاخد لك 2 جنيه يا سي رمضان. لا يا اخويا انا ماليش دعوه بالحاجات دي. الله على الاقل تسدد العقد اللي عندك. الله انت مش طول عندك عقد ب 60 قرش؟ دفعتهم من جيبي. اول مره اشوف صراف خزنته تعجز معاه. احنا كان عندنا قبل منك صراف كان بيسلف المصلحه كلها بالفايز. اعوذ بالله حتى الله ما بينه وبين الحاجات دي. سلام عليكم. سعيد مبارك. نعم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل شهر وانت طيب يا سي رمضان. ربنا يخدم. بتقول ايه؟ ايه؟ لا ولا حاجة. أصل الست والدتك مش عاجبها الزيارة اللي أنا جايبها. بص البرتقال. شوفي بدل خير البرتقال عامل إزاي؟ ولا يوسف أفندي؟ حد يلاقي يوسف أفندي زي دي؟ ولا شوفي بلع على النعمة حد يلاقي بلع عيشة زي دي؟ شوفي البلع وحلاوته، شوفي حلاوته. معلش يا رمضان معلش، ما تزعلش من كلام ماما. يا ستي ولا يهمك، أنا علشان خاطرك أستحمل أي حد يقدرني. أي والله. كل يهود حتى كلام امك اللي عامل زي ما تغسلي قفاكي بميه ساقعه في عز البرد. بقى كلام ماما عامل زي الميه الساقعه في عز البرد. هو مش زي الميه الساقعه بالظبط، هو زي الزفت في كل فصول السنه. ايوه والله سنه سود على دماغها باذن الله. تعالي يا رمضان. اسيبك انا بقى واطلع. ليه بنت بقى زياره؟ رمضان. يا نعم. على فكره انا حضرت لك لقمه في الاوضه كلها. ربنا ما يحرمك مني يا انس الوجود يا احلى فتاه لقلع الحمام. بس ده يا حي. يلا استعنى على الشقه بالله وسيدك العيال. عيال ايه بس يا رمضان؟ هو انت يهمك السلم؟ انت شباب. طب ما تيجي تطلعي معايا اهو نونس بعض وفي ذات نفس الوقت عقبال ما نطلع فوق يقول الصيف جه لربك تقيل. كده جيب ايه بس؟ امشي بقى احسن ماما تقلق. ما تقلق. ايوه يا ماما انا بلم الفاكهه وجايه اهو. انت عندي بقى يلا. علي مش عاجبها بلا عيش. امال اجيب لها ايه؟ رمان بيل. يا سيدي فين لما ينهش عضني. عضل ايه بالفرق ده؟ ده فخر وخيبه. سلام عليك يا ماما بقى، انت دايما كده كسفان. يا اخت روحي. يضرب بشبيشي. الله يخليك. ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه في ايه بس يا عم؟ الله رمضان ده قلت لك فلح مقفل. الله انت مش بتقول انه غلبان وواقع مهما كان، لكن ماشي على الصراط المستقيم. على كل ما لوش في الطيب نصيب. كنا هتدخله معانا اللعبه يطلع له برشين حلوين. لا اعمل معروف والنبي فكر في اي حاجه غير رمضان ده كده. ماشي انا بقى هفكر في التفكير اللي اخر حلاوه. بس يعني الحكايه دي مضمونه يا لوتي؟ يا بشبيش اطمن،
الهلوتي ما يفكرش في حاجه وتطلع مش مضمونه ابدا. احنا بنلعب يا بشميشي، ده احنا عيال مخنا نضيف. 400,000 جنيه على ثلاثه، يعني كل واحد مننا ينوبه 135,000 جنيه وحته. وسلامتين له محسن. لا وانت الصادق، سلامتين له رمضان. يا عم هلال، يا عمو، عمو، اهلا اهلا رمضان. اهلا، ازيك يا عم هلال؟ تعالى تعالى اشرب معايا الشاي. شاي ايه؟ مش لما ناكل لقمه الاول؟ اما انا جايب لك شط طعميه سخنين، انما يستاهلوا بقك، وشويه بصل، انما ايه؟ شوف الطعميه حلاوتي، بص سخنه ولع نار. مد ايدك، مد ايدك كل. ولا انت اتعشيت؟ انت اتعشيت، بلاش بقى. انت فين؟ بقالك كام يوم ما انتش باين. والله مشغول يا عم هلال وطالع عيني. طالع عينك ليه؟ ده انت موظف ميري قد الدنيا. موظف ميري؟ موظف ميري ده كان زمان يا عم هلال، ايام ما كانت ال 400 فرخه بنكله. دلوقتي الموظف بياخد على قفاه. اي والله، اي والله العظيم بياخد على قفاه. بالك انا لولا الملامه لكنت اشتغل معاك عربجي على العربيه الكارو بتاعتك دي، على الاقل كنت اسلم على النسوان اللي انت بتوصلها. عدم المؤاخذه، ما تيجي تشتغل، هو حد حيشك؟ اخاف، طول ما انا ماشي اي حد يقول لي علي عوض، علي عوض، وانا ازعل اول ما حد يقول لي علي عوض. انا عايز اسالك سؤال، انا ليه العربجيه بيزعلوا لما حد يقول لهم علي عوض دي؟ ايه الحكايه دي؟ الله يجازيك يا رمضان يا ابني. بقى علي عوض ده كان شيخ العربجيه زمان في سوق التلات، واي صبي جديد كان يجي يشتغل عندنا في مهنتنا دي لازم يعدي عليه الاول، يدينه العلقه الجامده التمام اللي هي، علشان يذله ويخاف منه ويمشيه على الصراط المستقيم العمر كله. ده عقده تاريخيه بقى، حتى العربجيه عندهم عقد تاريخيه. انت بتبصيني كده ليه يا رمضان؟ انا دلوقتي فهمت. فهمت؟ فهمت ايه؟ فهمت انت ليه ماشي على الصراط المستقيم. الله يجازيك يا رمضان، عسل والله. انت اللي سكر بالك. انا ما بستريحش في القعده مع حد في الحاره دي غيرك والله يا عم هلال. الله يكرمك. خلي اقول لي يا عم هلال. نعم. انت مش اسمك هلال؟ اه. ولا اسم رمضان؟ اه. وهلال قبل رمضان؟ اه. يعني هلال رمضان؟ اه. يبقى انا ابوه. ما تيجي اتبناك يا جدي. مفيش مانع يا ابني. قال يعني انا ناقص. بقول لك ايه؟ نعم. طب ما تتبناني انا والحمار وتبقى ابو الحمارين. لا، انا اتبناك انت والحمار وحماتي عشان ابقى ابو البهايم. طب يلا بقى اتعشى علشان تشرب الشاي. اشرب؟ كفايه اللي انا شربه من كعان يا عم هلال. يا جدع قول يا رب بكره تفرج. يا حلاوتك انت يا سكر، بقالك 800 سنه بتقول بكره تفرج وما زهقتش انت يا فراوله. والله انت فراوله يا شيخ. ما تاكل طعميه ولا انت اتعشيت؟ يا ماما يا ماما. ايوه يا احمد. مفيش ميه، اعمل ايه؟ هي الميه اللي في الكوز عندك في خلصت؟ مفيش، بقول لك يا خلاص. صبري يا عمين يا ماما. يا بنت وانت قبل ما تخشي تغسلي وشك مش تشوفي الميه حتى فيك ولا لا؟ يا ده الغلب اللي انا فيه. والحمار ده لسه نايم ولا ايه؟ حمار؟ حمار مين؟ الحمار اللي فوق اللي اسمه رمضان. هيسيبنا من غير ميه لحد دلوقتي؟ يا ماما حرام عليك، قطعتي قلبه من الميه اللي بيجيبها لي كل يوم. ما نعمل ايه يا حمك بقى من غير ميه؟ قلبك عليه قوي يبقى لا فلوس ولا يخدمنا كمان. خطيب قال يا رمضان، يا رمضان، يا رمضان، يا رمضان، يا رمضان، يا رمضان. الله يخرب بيتك، بقى انا لسه سابك في كابوس. اصعى على صوتك في الحقيقه. يا رمضان، يا رمضان، يلا خليك انت عوف الاصيل يا رمضان، اشوف فيك يوم. ايوه خلف ابو علي. خلف عينك، انت لسه نايم؟ لوم العوافس والله عليك. تعال يا وبط الميه. عيني عيني. حاضر حاضر يا خلف مؤويه. كاتك
الهم. صباح الفل يا ست الكل، انا هروح اجيب ميه بموارد عشان صباحك النادي. تسلم لي. حلوه تسلم لي دي يا ملفوفه القواه. اي أيوة والله ملفوفه.